مرحبا بكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر على الوطنيه الاولى ككل خميس ساعه مزمان في بث مباشر وفي مواكبه لاهم ما يحدث في تونس من 7 لـ 8 في حلقه اخرى من تونس هذا المساء. بعد شويه باش يكون ضيفنا السيد وزير الاقتصاد والماليه ودفع الاستثمار سعلي الكعلي باش نحكيو على نقاط مهمه جدا تنجم تعتبر خطوه هامه انجزتها اليوم الحكومه، حكومه هشام المشيشي في اطار بدايه الخطوات او خطوات نحو الاصلاح الحقيقي وانقاذ تونس من ازمه اقتصاديه وماليه خانقة. باش نحكيو على مشية قطر، شنو أهم مخرجات هذه السفرة، باش نحكيو أيضا على لقاءات بيت الحكمة وما تمخذ من هذه اللقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين مع شركاء الحكومة ومع محافظ البنك المركزي، وباش نحكيو أيضا على البيان المشترك اللي هو بيان تشاركي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة هشام المشيشي وما ورد في هذا البيان من إصلاحات حقيقية إن شاء الله باش تبدأ فيها هذه الحكومة. هذه بوادر طيبة وهامة جدا وإيجابية، ولكن يبقى ديما السؤال إلى أي مدى ممكن تنفذ هذه الحكومة هذه الوعود وفعلا تكون حكومة الإنجاز كما وصفها رئيس الحكومة سيد هشام المشيشي. بعد شوية يلتحق بنا سيد الوزير، ولكن قبل هذا يهمني برشا أني نركز على تظاهرة مهمة جدا لجمعية مسار التوحد من خلال ضيفي رئيس الجمعية السيد عادل المرواني. أهلا وسهلا بك سي عادل ومرحبا بك. عايشك سي شاكر، بارك الله فيك على الدعوه وشكرا للوطنيه ومرحبا بك. مرحبا بك، لا شكرا على وجب. التظاهره هذه هي ماراثون باش يصير نهار الاحد 4 ابريل 2021 ان شاء الله هكا ولا؟ نعم. منظمته الجمعيه. والله هو منظمته جمعيه بمبادره معناتها بشراكه مع مركز الخطوات الاولى ومع المجتمع المدني يتمثل في انتراكت هو شباب الانتراكت بيك ساوث تونس في نسخته الثانيه. معناتها يجي في شهر هو يسموه شهر التوحد، لكن اليوم العالمي للتوحد اللي اقرته المنظمه العالميه منظمه الامم المتحده وتبنته جميع الدول على اساس انه يكون يوم 2 افريل من كل عام هو يوم العالمي للتوحد ولا جورني مونديال دو سونسيبيليزاسيون الاوتيزم. معناها باش نحسوا لو جران بيبليك والمجتمع والسلطات والناس الكل معناتها بأهمية الموضوع متاع التوحد ونوصلوا صوت المتوحدين وعائلاتهم زاد كذلك. الماراثون هذا الهدف منه هو سنسيبيليزاسيون جوكور افيك لي زوتيست بالفلوس. هو اسمه جوكور بور جوكور بور زوتيزم 2.0 نسخته الثانية. والله هو سعر رمزي معناها باس بخمسة دينارات. المشاركين يقتنيوا معناتها لي باس نتاعهم وكل المداخيل باش تتصب في الفائده جمعيه مسار المتوحد اللي باش 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 بور فينونسي معناها لي زاكتيفيتي. وين بالضبط وقتاش؟ والله هو نهار الاحد 4 افريل في لي برج دو لاك معناتها في رونبوان دحدح اي البحيره واحده اي تحت بحيره واحده اي انطلاق من الساعه 9 معناتها 9 تاع الصباح 9 تاع الصباح. وانتم الجمعيه هذه معناها هذه اهم النشاطات اللي تنظموها، اعطيني فكره على الجمعيه اللي قاعدين تقوموا بها، شنو تقوم به الجمعيه بالطبيعه للمتوحدين بالطبيعه وللمرضى التوحد؟ والله هو 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 الجمعيه تكونت سنه في ديسمبر 2014 بمبادره من اولياء أي. اولياء اطفال التوحد اللي هم يرتدوا على مركز الخطوات الاولى والاولياء لقاو رواحهم معناتها في شباب في خلينا نقولوها معناتها في عزله. اطفال التوحد يلزمهم بريزون شارج كبيره وتطلب ماديات، لذا اليد واحده ما تصفقش. لذا تلمينا احنا اولياء الاطفال وخممنا في تكوين جمعيه. الجمعيه هذه باش هي راهي ماهيش مناسباتيه، ماهيش معناتها باش تنظم في تظاهرات باللي تنجم نظمنا حفلات مع لطفي بوشناق مع وجهه جنب وديما المداخيل في اطار باش التعاون بطبيعه الحال. هي شنو هو 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 كيما قلت لك لي بيزوان تاع اطفال التوحد، احنا نحبوا نخرجوهم من البول نتاعهم، نحبوا نخرجوهم نحبوهم يتعاونوا معناتها انترياجيس افيك لونفيرونمون ومع المجتمع. يلزمنا نضمن لهم رحلات، يلزمنا نضمن لهم خرجات معناتها يمشيوا نعمل لهم ديزاتولي معناتها في المركز الخطوات الاولى ثم عندهم ديزاتولي نتاع كويزين نتاع باتيسري نتاع دي برودوي ارتيزانو، فهمت؟ معناها هذا الكل باش اول حاجه
على الأقل معناتها نكتشفوا المواهب نتاعهم، وثاني حاجة إنه نجموا بالكشي في يوم ما إنه يوصل يعمل على روحه. إحنا هو شنو البيوت؟ إنه يوصل للأوتونومية معناتها، إنه يوصل يعمل على روحه واحد، يوصل يعمل على روحه في تصرفاته في حياته في كل شيء. احنا نعرف اللي زاد الجانب الايجابي منه انه كثير منهم راهم عباقره، وكثير منهم تبارك الله عليهم انا عندهم من الذكاء ومن القدرات اللي رهيبه جدا، ولكن لازم الاحاطه بهم ولازم انك تعرف كيفاش تتعامل معاه. هو باش نفسروا للساده المشاهدين، هو علاش نسميه الطيف التوحد؟ هو معناته هو طيف سبيكتر يمشي من التوحد البروفون العميق للتوحد الخفيف، وفيهم المتوحدين اللي يتكلموا، فيهم ما يتكلموش، وفيهم هذوما اللي تحكي عليهم سيادتك انت اللي ديجيني يسميهم لي زاسبرغير. معناتها هذوما معناها في دول متقدمه يشغلوهم في مخابر، يشغلوهم في، نعطيك مثال، معناتها في امريكا في الولايات المتحده يستغل معناتها يشغلوهم في دي لابوراتوار، في دي لابوراتوار دو ريشيرش، حتى الكيان الصهيوني معناتها يستعمل لي زاسبرغير في يجندهم، معناتها خاطر عندهم قدره كبيره في البحوث العلميه في الميموريزاسيون نتاع ديبلوم نتاع الواحد. على كل حال هذه مصافحه اولى، وان شاء الله توا نعملوا ان شاء الله ملف خاص ربما على معناها مرضى التوحد، كيفاش تعملوا معهم بالدوله يلقوا روحهم في من خلال اندماجهم في المجتمع والا لا، فما صعوبه في الاندماج ولا لا، حتى طريقه العلاج نتاعهم وطريقه التعامل معهم. احنا فقط حبينا نعلنوا على التظاهره هذه، دعم من الاعلام العمومي لكم انتوما ولمرضى التوحد جوكور بور لوتيزم 2.0 نهار الاحد 4 افريل 2021 التسعه نتاع الصباح قدام دحتها. 5000 فرنك ماهيش حاجه كبيره راهو باش الناس تعاون بها. بربي سي شكر. اخر حاجه مش بنطول عليك، هي تحيه كبيره لاولياء الاطفال التوحد ومدام هاله شنوفي ومركز خطوات الاولى وليجان هذوما زاده اللي ساهمونا في تنظيم هذه التظاهره وسهروا على توسكي لوجيستيك. شكرا لك سي عادل المرواني. بعد شويه نستقبلوا كما قلت السيد وزير الاقتصاد والماليه ودفع الاستثمار سعيد الكرعي. نمشيو مع هذا التقرير، تامنوا لي زميلتي زهره فضلي ثم نستقبل ضيفنا. ضرورة الشروع في تنفيذ إصلاحات كبرى مطلب لطالما ردده السياسيون وخبراء الاقتصاد في تونس ودعت إليه الجهة المانحة، إلا أن الحكومات السابقة لم تتمكن من الشروع في القيام بهذه الإصلاحات بسبب الحسابات السياسية والخلافات التي طغت على القضايا الضرورية أهمها إيقاف نزيف المالية العمومية وإصلاح الاقتصاد. ويبدو أن حكومة هشام المشيشي بدأت في العمل على تنفيذ إصلاحات كبرى، لعل أولى عناوينها عقد لقاءات بيت الحكمة للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكان أول لقاء يوم 17 مارس الماضي وستعقبه لقاءات أخرى. كما شكل الاتفاق الموقع عشية أمس بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والمنظومة الجبائية حدثا تاريخيا، واعتبره الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي انطلاقة حقيقية من أجل إصلاح 7 مؤسسات عمومية، وهي شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن مستحقات أهم الشركات العمومية لدى الدولة والتي تبلغ 11 شركة ارتفعت إلى 5 مليار دينار، كما بلغت ديون الدولة الضريبية تجاه المؤسسات 1.2 مليار دينار، وانخفضت إيرادات المؤسسات العمومية من 14 إلى 11 مليار بين سنة 2014 وسنة 2016 مقابل زيادة في كتلة الأجور من 1.3 إلى 1.7 مليار دينار خلال نفس الفترة. الانطلاق في لقاءات بيت الحكمة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوقيع المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة أمس، وإن وصفها مراقبون بأنها خطوة مطمئنة، إلا أن البعض يرى أن الأزمة السياسية المتواصلة وغياب بوادر انفراج أزمة التحوير الوزاري التي دخلت شهرها الثالث قد تحول دون التقدم بأي خطوات نحو تجسيد مخطط الإنقاذ الاقتصادي. وفي انتظار ما ستحمله الأيام القليلة القادمة يبقى السؤال، هل تستطيع الحكومة تطبيق الاتفاقيات وتنفيذ مخطط الإنقاذ الاقتصادي في جو سياسي مشحون؟
شكرا لك زهرة فضلي على هذا التقرير، تقرير سعيد جدا بوجود بحذية سيد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سعيد الكعلي. أهلا وسهلا بك سيد وزير، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة. بارك الله فيك سي شاكر. أهلا وسهلا بك سيد وزير. شو قلك الناس بشكل عام وهم توا قريب على أيامات من شهر رمضان المعظم، معنا الناس لهنا لأنه المقدرة الشرائية الدنيا صعبت الدنيا غلات، يستناو في بصيص أمل باش الواحد يقول هاو فما إصلاحات إن شاء الله باش تبدأ، على الأقل نجمو نستناو ونتحملوا، احنا تحملنا الكثير ما نتحملوش القليل، إن شاء الله نتحملوا. اللي سمعناه مبشر بكل خير إن شاء الله، يبقى فما بعض الأسئلة لازمنا نستوضحوها فيما يتعلق أولا بمشيتكم القطار، فيما يتعلق بلقاءات بيت الحكمة، وفيما يتعلق طبعا ببيان المسار التشاركي اللي ما ورد فيه هام جدا على اعتبار اللي فما حاجات لازمها توضع. لكن قبل ما ندخل في هذا خلينا نبدأ بالحدث اليوم ما تبقى البيت النار. ثم كنت في مجلس وزراء ويبدو أنه هناك معنا بعض مشاريع قانونية في علاقة بمجال الاقتصاد، نحب نعرف شنو هي مخرجات هذا المجلس وما تم تداوله في هذا المجلس. مرة أخرى بارك الله فيك سي شاكر. في مجلس الوزراء اليوم قررنا العديد من الأشياء، مواضيع بدينا نخدم عليها من نهار الأولاني اللي تسلمنا فيه السلطة. ما هي القرارات هذه؟ القرار الأولاني وإحنا ديما كنا نقولوا فيه إحنا نحبوا نرجعوا روح المبادرة، إن كان في القطاع الخاص في العمل، إن كان في القطاع العمومي، إن كان حتى عند الموظفين في القطاع الحكومي. ومن أبرز الأشياء التي تناولناها اليوم هو ما يسمى بفصل 96 من القانون اللي يكون ضغط كبير على موظفين الدولة، وإحنا كحكومة نحب موظفين الدولة يخدموا راسهم عالي، فخورين بالدور اللي قاعدين يقوموا به، خاطر إحنا كمسؤولين فخورين بهم وفخورين بالعمل اللي قاعدين يقوموا به. كل إنسان بالطبيعة اللي يقوم بأشياء غير قانونية يحاسب، أما يحاسب كما أيها الناس. علاش نحبوا نحاسبوا الموظفين بطريقة تختلف من أيها الناس؟ احنا نقولوا كل موظف كما كل إنسان اللي يخدم يجب يقوم بغلطة، هل كل غلطة تحاسب؟ لا، احنا بدلنا التواجه كامل في التفكير هذايا، وقلنا يحب لنا بالعكس نحطوا قوانين باش تحمي الموظف، تحمي الموظف في قيام شغله العادي. وغير معقول باش يكون عندنا موظفين وراء المحاكم منذ عشرات السنوات، وغير معقول الا رساله من غير عبد يقول شكون كتبها تتهم شخص ويدخل في بحث. قلنا اضعف الايمان الا يشكي يعطي مبرر حقيقي، وما نحاسبوا العبد الا اللي كانت عنده فايده وفايده حقيقيه، اما من بعد الا يقوم بواجبه ولا يخدم على نفسه حتى وكان غلط من حين إلى آخر. و99% من الموظفين متاع الدولة ما يغلطوش والحمد لله، فيحبلو يخدم وراسه عالي، وإحنا فخورين جدا كحكومة اللي خدمنا في تلقيح نص القانون هذايا وسوف يقدم للبرلمان. جوستومون خاطر الكثير من الحكومات حكيت عليه، حتى حكومه السيد لاسف خفاخ حكاوا على التنقيحات على هذا القانون. احنا شكون يظن لنا سامحني اللي يتمنى قلبي كما يقول سيدنا ابراهيم اللي الحكومه هذه هي جاده في هذا التنقيح وباش تمرر البرلمان حتى يصدر فائده رسمي. العبره في النتائج ديما نقولها، هات نتحاسبوا من دخل الشهر واضح كانت عدت للبرلمان ولا لا، اما احنا ورينا اكثر من مره الا جدين في العمل ولا نقولوه نعملوه. طيب شنو اخر؟ العديد من الاشياء الاخرى، مثلا خذينا قرار في تغيير معناها طريقه توزيع التنباك. احنا في تونس مازلنا عندنا طريقه ترجع مش القرن الفارت، القرن اللي قبله. من القرار معناها اتخذوا الباي في 1800 وحاجه. فغيرنا المنظومه. قلنا غير منطقي كي الدوله تسعر باش نبيعوا بسوم معين المواطن يلقاه باسعار اخرى. غير منطقي الانسان كي يدخل سوبر مارشي باش يقضي وكان يحب يشري دخان ما يجمش يشريه. غير منطقي باش ما نحيوش كل ما هو اجراءات تعطل المواطن. واحنا اليوم في مجلس الوزراء اللي دام ساعات وساعات، وانا في الحقيقه بديت في المجلس وقفت على مده ساعتين خاطر كانت عندي مناقشات مع صندوق النقد الدولي، خاطر فما افتتاح الايام نتاع صندوق النقد، ورجعت لمجلس الوزراء ووصلنا.
وهذا كان موضوع جوهري والعديد مازال. طيب. خدمنا كذلك على إمكانية الأجانب والشركات التي تدعي شركات أجنبية أما مقيمة في تونس باش تنجم تشري عقارات بكل سهولة في تونس. احنا يزي ما قيدنا البلاد هذية، احنا نحب نحيو القيود ونحب نمكنوا كل إنسان اللي يحب ينشط ينشط بكل حرية. الدولة موجودة في المراقبة، الدولة موجودة في التسهيل، والدولة يحب لها تنحي كل ما هو يصعب العمل. طيب ممتاز. أنا فقط باش نحط الموضوع في إطاره بالنسبة للسادة المشاهدين سيد وزير، خليني أذكر أنه الفصل 96 يقول فيما معناه أنه يعاقب بالسجن 10 أعوام وبخطية مالية تساوي المنفعة اللي استنفع منها أي موظف عمومي في الدولة. القانون هذا في كثير من الحالات خلى برشا ناس الحقيقة تولي ما تبادرش ولم يكونش عندها روح المبادرة في أنها تتصرف وتلقى الحل. يقول لك أخويا أنا نخاف نتصرف، ترسيلي نغلط، ترسيلي نتعاقب بعشر سنين حبس. داير فما برشا ناس ربما تعاقبوا في إطار هذا القانون وبين مشي وجاي للمحاكم. التلقيحات اللي حكى عليها السيد الوزير في نقطتين مهمين. النقطة الأولى أنه أولا يجب ثبوت المنفعة المادية، ثانيا يجب أن تكون هناك الصبغة القصدية، ما عادش كل من هب ودب ينجم يتحسب، وهذا يعطي فرصة للإطارات العليا في الدولة أن تتصرف وأن تحل المشاكل بالطبيعة باش ما يخافش من القانون اللي قيده. مسألة التراخيص اللي حكينا سيد الوزير اللي مهمة جدا، أنه الطنباك اللي هو الدخان باش يولي يتباع حسب ما فهمت سيد الوزير في المغازات بدون رخصة، ما تنجم تلقاه في المغازات الكبرى ولا المغازات الصغرى من غير حتى رخصة، وهذا في إطار تمشي الدولة في أن تنحي الرخص. تبقى سيد الوزير وني عندي سؤالين. السؤال الأول، علاش بديتوا بالرخص نتاع الدخان؟ تاعو فما رخص في مجال الاستثمار اللي الحقيقة معناها المستثمرين ورجال الأعمال ماذا بهم لو كانت تتنحى. أنت تعرف مليح وأنت وزير الاستثمار أنه كل مستثمر يحب يستثمر على الأقل 50 40 رخصة معناها لازم ياخذها باش ينجم يبدا الاستثمارات نتاعو. ما حبنا نبداو بحاجة. بدينا بهذه وراهو بالسلامة ما نغلطوش المشاهد. ألا قمنا به ما يعنيش ألا الناس اللي موجودين توا وقاعدين يتعاملوا ويسوقوا ألا باش يخرجوا من الطرح. بالعكس فما 16,000 شخص في تونس عندهم رخصة متاع توزيع متاع الطنباك، هذوكم باش يبقاو. أما قلنا بأي داعي الوالي هو اللي يعطي الرخص هذية؟ الرخص الموجودة باش تقعد والناس اللي قاعدة تداول تقعد تداول، أما اللي عندهم مساحات تجارية ويبيعوا العديد من الأغراض كيما يزودوا نفسهم في السكر يزودوا نفسهم ويقدموا الخدمات للمواطن، وخاصة باش نطلبوا منهم باش يبيعوا بالأسعار اللي سعرتهم الدولة باش ما تصيرش عمليات مضاربة. واليوم كي تشوفوا في الدخان تشوفوا من الحانوت الحانوت الأسعار تتغير وساعات من نهار لنهار تتغير بدون ما الدولة قامت بالتغييرات، وهذا مجرد مثال. توا الرخصة نتاع الخمور نفس الشيء، احنا قاعدين نخدموا عليها توا مثلا. صحيح. شنو هو المنطق باش عابد تعطيه رخصة في مطعم؟ كل انسان يحب له حلو يكون حل مطعم سياحي يولي اوتوماتيك آليا، ولا يحب يسوق ولا ما هوش مقتنع على هذايا لازم تسويقه ما يسوقوش. صحيح. نفس الشيء في فندق، علاش فندق كل مره وين يحط قهوه ولا كل مره وين يحط مطعم يحب له رخصه معينه؟ يحب لنا نبدلوا طريقه العمل هذه. احنا ما عادش في نظام يحكم باسم العباد، ما عادش نحبوا التراخيص. كنت تجم تقول لي علاش ما خذيناهمش 60 فرد مره ونعديوهم؟ خاطر قلنا يحب لنا توا نوريو للتوانسة ألا ولينا في الإنجاز. عدينا فترة قاعدين نخمو ونجهزو وكل إجراء أحضر نقدموه، كل إجراء أحضر نقدموه، وإن شاء الله البرلمان يجم يكون عنده القناعة الكافية والرغبة باش يواصل معانا باش كل المشاريع هذه اللي نقدموها ما تقعدش في الرفوف وما تقعدش أشهر وأشهر ويقوموا يدرسوها بسرعة وياخذوا فيها قرار بسرعة. طيب. إن كان قبول أو رفض. طيب
وانتم ماشيين في تمشي انه الغاء اكثر ما يمكن من التراخيص، وهذا ان شاء الله تو نكتشفوه معناها على ارض الواقع في الايام القادمه ان شاء الله من خلال القرارات اللي خذيتوها في مجلس الوزراء اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، من بين ايضا الانجازات الاخرى اللي باش نحكيوا عليها اللي هو البيان المسار التشاركي، من الذبيل وكان نجيب حدانا زميلتي كوثر بن دلاله، بيان المسار التشاركي اللي امضيتوه مع الاتحاد العام التونسي للشغل. كان لكم لقاء مع الحزام السياسي، يبدو سيد رئيس الحكومة كان له لقاء مع الحزام السياسي يعني ممثلي الشعب من خلال نواب الشعب، وربما حكى معهم على أهم الإصلاحات الكبرى، وهذا لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو الشريك شريك للحكومة. معك كوثر، نحب نعرف أهم ما ورد في هذا البيان ثم نحكي فيه سيد الوزير. هو بالفعل البارح كان وقع اتفاق وصف بالتاريخي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم لترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، وأيضا منظومة الجبية لتحقيق العدالة الجبائية وأيضا العدالة الاجتماعية. الاتفاق هذه نذكر مرة أخرى اللي وقع وصفه بالتاريخي، مش فقط التوصيف هذه جاء على لسان رئيس الحكومة بل وأيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. إصلاح المؤسسات العمومية في العموم هي 7 مؤسسات، وتقريبا الرأي العام التونسي على اطلاع بالأزمة المالية الخانقة ربما اللي قاعدة تمر بها ومرت بها، وعلى اطلاع بهذه الأزمات المتتالية قاعدة تمر بها المؤسسات 7 هذه. على رأس القائمة الخطوط التونسية، الخطوط التونسية اللي يبلغ عدد الموظفين فيها 8000 موظف بكتلة أجور تفوق 200 مليون دينار سنة 2020. رقم المعاملات نتاعها تراجع أيضا سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19، وأيضا بسبب تجديد وتحجير تجديد قيود السفر. الديون نتاع التونيسير وصلت إلى 955 مليون دينار. الشركة الثانية المعنية بالإصلاح هي شركة الفولاذ، عندها خسائر تقدر أو فاقت 250 مليون دينار. الشركة هذه حقيقة في حققت أرقام نجم تكون محترمة حسب تقديرات الخبراء في الأونة الأخيرة، ولكنها مازالت بحاجة إلى الإصلاح. الشركة التونسية للشحن والترصيف اللي سجلت انخفاض بنسبة 6% بعنوان سنة 2020 على مستوى مناولة البضائع بكامل الموانئ التجارية التونسية. الشركة هذه أيضا اللي حاولت أنها تستعيد عافيتها في الأونة الأخيرة ولم يتوقف نشاطها بين جائحة كوفيد 19. ديوان الأراضي الدولية، آلاف الهكتارات من الأراضي تعاني الإهمال، والدولة توفقت في وقت من الأوقات أنها تستعيد آلاف الهكتارات اللي وقع الاستيلاء عليها في وقت من الأوقات. الصيدلية المركزية وربما الرأي العام التونسي على اطلاع بالوضعية والأزمة المالية اللي تمر بها الصيدلية المركزية وديون متخلدة تجاه المزودين الدوليين تتراوح بين 500 و600 مليون دينار سنة 2020. ولهنا حتى صندوق النقد الدولي كان وجه تحذير للوضعية متاع الصيدلية المركزية على اعتبار احنا في فترة تطعيم ضد الوباء. الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيضا تمر بأزمة مالية خانقة جعلتها مهددة بالإفلاس. الشركة هذه اللي عندها ديون تجاه المزودين تقدر ب 32 مليون دينار، وهي بحاجة إلى 10 مليون دينار لمجابهة المصاريف وإنتاج الأدوية. الشركة هذه أيضا اللي طلبت دعم من الحكومة أو وساطة من الحكومة للحصول على تمويل وقروض. في ذيل القائمة ولربما الشركة الأخيرة هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي عندها ديون غير مستخلصة إلى موفى سبتمبر 2020 قيمتها أكثر من 2000 مليون دينار. أحداث اللجان أيوة. ما أثر على إنجاز المشاريع وأيضا جودة الخدمات متاع ستيك. طيب. وهذا بسبب الديون المتراكمة. للغرض ومن أجل إصلاح المؤسسات هذه سيتم إحداث 5 لجان تفكير تهدف إلى صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع إلى الحكومة والمركزية النقابية. الوضعية هذه متاع الإصلاح والرغبة في الإصلاح تأتي في سياق يمر به الاقتصاد التونسي بوضعية صعبة حسب تقديرات الخبراء. انكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بلغت نسبته 8.8% مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإغلاقات المرتبطة بالوباء، وبلغت نسبة البطالة 17.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.
2020 وصندوق النقد الدولي أيضا في سياق التحذيرات وكان حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على الرواتب العامة ونفقات الدعم. وفيما يتعلق بنفقات الدعم كان البارح رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد على أنه برنامج الإصلاح إصلاح الدعم وتوجيه الدعم نحو مستحقي سينطلق في جويليا القادم، وهذا فيما يتعلق ببرنامج الدعم. ولكن زاد في الأثناء أكد ووعد أنه لن يقع المساس بالمؤسسات العمومية واعتبرها من كنوز الدولة. هذه على الأقل باختصار الإصلاحات المزمع القيام بها، هل ستكون جزء من الحل أم نحن بحاجة لإصلاحات أخرى لإنقاذ الاقتصاد الوطني؟ الإجابة معك أنت شاكر ومع سيد وزير المالية. شكرا لك يعطيك الصحة. هذه قرارات رائدة ومهمة جدا. اليوم صندوق النقد الدولي بعد التحذيرات نتاعه في البيان الأخير نتاعه سيد الوزير يبدو أنه وأنت تشوف معناها الدعم فكرتي أو تنفيها مثل هذا البيان يدعم موقفنا في التفاوض ربما معاه. أنت صعب باش تمشي له مباشرة باش يكون أديستانس. نتمنوا أنه 18.6 مليار دينار معناها نجموا معناها المانحين وصندوق النقد يعزز هذا التفاوض نتاعنا معاه وإلا لا سيد الوزير؟ احنا سي شاكر عندي تقريبا 3 أسابيع ولا شهر جيت بحذاك. شنو اللي قلت؟ قلت الحكومة قاعدة تبني وتخدم على برنامج إصلاح وإنقاذ تونس، إنقاذها اقتصاديا واجتماعيا. وقلت لما البرنامج هذايا يكون جاهز باش نقدموه للأطراف السياسية والاجتماعية في تونس وباش نحاولوا يكون عنا أكبر سند ممكن باش كي نمشيو للصندوق النقد الدولي نمشيو ببرنامج إنقاذ على الأقل طرح على الجميع وإن شاء الله يحظى بدعم أكثر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات والمنظمات التونسية. ألا صار البارح خطوة إضافية في هذا الاتجاه. احنا خدمنا واحنا قدمنا الكثير بما فيهم قدمنا للاتحاد ما هو التوجه متاعنا في الإصلاح في النقاط اللي ذكرناها. مازال معانا حديث معهم، أما على الأقل البنود اللي شافتها الحكومة أساسية وأساسية في تغييرها. كان عنا اتفاق وكان عنا إرادة جدية في تغيير الأشياء، وهذايا أكيد باش يقوينا كي نمشيو في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأكيد باش نمشيو من الأخر الشهر في المفاوضات هذه. وهذه فرصة لي أنا كذلك باش تمشي للتصميم وإلا أديستانس يا سيد الوزير؟ والله توا بلا صاير بجائحة الكوفيد حتى حد ما يحكم في إمكانية السفر أو غيره. الإرادة موجودة من جانبين باش اللقاءات تصير في واشنطن وباش نتقابلوا وباش نتقابلوا منا الشهر ونبداو نتحدثوا. ان شاء الله منا الغادي الحاله الوبائيه في العالم تتحسن وتمكننا كلنا باش نجموا نسافروا، وخاصه كي نسافروا نجموا نقدموا نقابلوا بعضنا. اما نحب نضيف حاجه انا سي شكر. تفضل. انا حقيقه نحب نحيي اليوم الاتحاد والقياده نتاعو، خاطر الخطوه اللي قاموا بها خطوه حقيقه ذات مسؤوليه عاليه وعاليه جدا. وذات شجاعة عالية جدا، وهذايا في الحقيقة نعرفوه. وبعض ناس يحبوا يغلطوا، بعض ناس يظنوا ألا الاتحاد والعمل متاعو هو كي نقوموا بضربات ولا كي نقوموا باعتصامات غير شرعية ولا كي نطلبوا طلبات ونقولوا ما نفقفوا الاحتجاجات كان ما تلبيوا الطلبات، ولا كان نسبوا أعراض العباد، ولا كان ندخلوا في دارات وما نخرجوش منها. لا، الاتحاد أرقى وأعلى من هذا، وهذايا حتى هو ما نصوروش أنا عمل نقابي. أنا عندي احترام كبير للعمل النقابي، وأنا من الناس اللي ندافع على العمل النقابي، وأنا من الناس اللي نظن ألا فما فايدة كبيرة في العمل النقابي. أما العمل النقابي الجدي هو اللي وصلنا الاتفاق متاع البارح، ألا ما بعضنا اليد في اليد نجلسوا ونقعدوا ونتناقشوا وفي بعض الأحيان نتعاركوا، أما في مصلحة تونس نوصلوا لنتيجة. خاطر حقيقة حالتنا حالة صعبة إن كانت اقتصادية أو اجتماعية. وانت بيدك ذكرت شهر رمضان المبارك
ومتدور الحكومة باش تعمل كامل مجهوداتها باش تقدم للمواطنين التوانسة أحسن ظروف العيش في شهر رمضان. أولا ظروف صحية باش نمكنوهم بالصحية يقاوموا، وثانيا في توفير الموارد، وثالثا في دفع المرتبات إلى آخره. ولذا باش نوصلوا لهذايا الكل يحب لنا نخدموا بكل جدية في إصلاح الاقتصاد متاعنا، ويحب لنا نخدموا. هلا جايين وباش نجيو لقاءات بيت الحكمه مع الفاعلين الاقتصاديين ومع شركائكم، لكن فما سؤال مهم جدا هو انه اللي ذكرتوه توا في بيان المشترك بين الحكومه والاتحاد، واللي هو كما قلت انت حرصتوا على انه سيد وزير يكون عندكم اوسع اتفاق مع الشركاء متاعكم على النقاط الكبرى متاع برنامج الاصلاح هذا. صراحه هل فعلا اصلاحات باش تبدا فيها الحكومه؟ لانه لو نتذكروا انه ما سبق من الحكومات كانت ديما خايفه من تبدا، لانه الماليه العموميه مخرومه، ما عندناش الامكانيات باش فعلا نبداو اصلاحات كيف هكا، تتطلب تضحيه وربما زاد تتطلب انه اطراف معينه تغضب ما ترضاش بها لانه باش تمسها في كثير من المجالات. فهل الحكومه جاده فعلا ولا مجرد لانه صندوق النقد طالب توافق واسع على نقاط عريضه باش تمشيوا بها لصندوق النقد وللمانحين ومن بعد نحطوها الوريقه على جنب ونرجعوا نخدموا على رواحنا؟ الحكومه هذه باتفاق ولا بدون اتفاق مع صندوق النقد، واحنا باش نعملوا المستحيل باش يكون فما اتفاق، باش نقوموا باجراءات لانقاذ الاقتصاد التونسي. راهو اقتصادنا مريض، مريض منذ 2010 ومريض منذ 2000، وصلنا لحد وين وكان ما نقاوموش وما نقاوموش المرض هذايا بكل قوة مع الأسف يجم يضغط علينا. ولذا هالإصلاحات هذية ضرورية ضرورية حبنا نقوموا بها. بس والحمد لله إن كان في مستوى اتحاد الشغل، إن كان في مستوى اتحاد الفلاحين، إن كان في مستوى اتحاد الصناعة والتجارة، كامل الناس فاهمين الوضع هذايا ومستعدين باش يخدموا مع الحكومة باش نلقاو مع بعضنا أحسن الحلول، وباش يخدموا على كذلك برنامج قدمته الحكومة. خاطر الناس اللي تقول الحكومة مش قاعدة تخدم في الحقيقة غالطين، من نهار الأولاني نخدموا ومن نهار الأولاني نقدموا في أفكار. أما ألا ما يبداش يبهبر ما يعنيش ما يخدمش. احنا جديين في العمل وجديين في الانتاج وجديين في وجود حلول للتوانسه لاهم الملفات، صندوق الدعم، المؤسسات العموميه، ملف الاصلاح الجبائي، المقدره الشرائيه اللي هي اهم نقطه. معنا فعلا هذوما لو كان يتم اصلاحهم حقيقه سيد الوزير خطوه حقيقيه نحو بدايه تعافي الاقتصاد والماليه العموميه. احنا سي شاكر بكل شجاعه حطيناهم على الطاوله وبكل شجاعه قلنا هذايا الموضوع وهذايا الحل اللي تقدمه الحكومه، والعديد من الناس اللي ذكرتهم هما بنفسهم عندهم حلول وباش نتغذاو بالافكار نتاعهم وش بيه. وكان نجمو نحسنوا الاجراءات نتاعنا ونهار كي باش نمشيو لصندوق النقد الدولي نقولوا هذايا باش نعملوه مع بعضنا وهذايا العباد الكل متفاهمه عليه في تونس، نتصور الا ما يكون عندنا كان نجاح. اما حتى وكان تفهمنا راهو باش الراي العام يكون عارف تفعيله ماهوش باش يكون سهل طبعا، اما باش نكونوا جديين في تفعيله خاطر يحب لنا ننقذوا البلاد هذه. طيب كانت اقتصاديا او اجتماعيا. قبل ما نمشيو لمساله سفرتك لقطر ولقاءات بيت الحكمه، الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى لسان السيد نور الدين الطبوب يقول راه ليست لنا مؤسسات عموميه للبيع. معنا النقطه دي تويناها اتفقتوا عليها انه لن يكون هناك تفويت لاي مؤسسه من المؤسسات العموميه. من الاشياء اللي باش نتحدثوا عليها هي ما هي مؤسسه عموميه. في بعض الاحيان كي نملكوا 5% و10% في مؤسسه تصورنا الا هذيك مش مؤسسه عموميه. هل انت باش تقول لي غدوه ستاج ما تروحها للبيع؟ ابدا لا. هل تقول لي السوناد ما تروحها للبيع؟ ابدا لا. اما كي عندك غدوه مساهمه صغيره وغير استراتيجيه في شركه معينه ايش بيه نطرحوها؟ علاش؟ خاطر احنا الاخت اعطت ارقام على الخسائر ولا العجز صحيح. في بعض شركات كبير برشا مع الاسف البعض منها العجز نتاعها حتى اكبر، وهذه ما هي الا سبعه ما زالوا عشرات اخرى باش ما نقولوش ميات. هذايا شكون ينجم يخلصوا؟ نجموا نخلصوه من الضرائب نتاع المواطن، نجموا نخلصوه من المديونيه، اما انتم تعرفوا الا المواطن تعب بالضرائب اللي مثقله عليه.
أنتم ما تعرفوا ألا المديونية التونسية وصلت الحدود ألا صعب نتجاوزوها، الحكومة قاعدة تخدم باش ما تزيدش فيها، مكره النخافة ولا بطل. ها في بعض الأحيان يشبي ما يحب الناس نحيو الفكرة ألا بعض أشياء غير استراتيجية، بعض أشياء غير هامة، بعض أشياء غير هامة في معنى المحفظة اللي عندها الدولة، ننظروا في التصرف فيها. أما مرة أخرى هذا ما يعنيش، وعمرها ما كانت إرادة الدولة باش ما هو أساسي، ما هي منشآت عمومية أساسية ننظروا في التفويت فيها. طيب بإيجاز وبين قوسين باش نتعدى لما أهم، فما من يقول أنه أجور ماي جوان الله أعلم موجود ولا مش موجود، شنو يقول سيد وزير المالية؟ أنا أقول لكم غير موجودة حاليا، أما إحنا لواش نخدمه؟ لواش أنا نمشي للبيرو كل صباح رغم الاضطرابات اللي فما؟ خاطر قاعدين نخدمه، خاطر لي نحن مسألة حيوية، إحنا دخلنا للحكومة هذية باش نقدموا خدمات للتونسيين والتونسيات، وإحنا صباح وليل نخدمه باش نوفروا الموارد المادية باش نخلصوا الأجور. مش سهل، مرة أخرى التونسيين والتونسيات عبالهم يعرفوا ولا مش سهل، ولا الحكومة منكبة على العمل باش تلقى الحلول، أما راهو بعض الحلول جاية من عند المواطن. احنا وصلنا في فترة في تونس ألا كل المواطنين اللي قاعد نخاطب فيهم توا يحبلهم يعرفوا ألا احنا في حالة خطيرة، ولازم العباد الكل ترجع للعمل، ولازم العباد الكل تشمر على ذرعانها، وصار وقت باش نحافظوا على اللي عنا قبل ما نطالبوا بأكثر. طيب، على الأقل نحافظوا على عنا ونتمكنوا من توفير الأموال اللازمة باش نواجهوا المطالب الحالية والحاجيات الحالية. الحالية. طيب لقاءات بيت الحكمة في بالنا اللي إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وطبعا محافظ البنك المركزي، الفاعلين الاقتصاديين كانوا موجودين واعين بالوضع الاقتصادي وعندهم استعداد ورغبة في دفع الاستثمار في خلق فرص شغل وفرص عمل في تونس، وإلا الحقيقة الرغبة منعدمة لأنه سيد الوزير كثير منهم من رأس المال الوطني ومن رجال الأعمال من خلال الملاحقات اللي صارت لهم نعرف البعض منهم اللي ما عادش عنده الحقيقة الرغبة لا لدفع الاستثمار ولا لبعض مشاريع في تونس. شنو باش تعمل اليوم الحكومة لتحسين مناخ الأعمال ولإعادة الرغبة لهؤلاء باش يعاودوا يعملوا مشاريع ويدفعوا الاستثمار في تونس؟ باش تقنعهم وترجع فيهم الثقة. بالله كيفاش تحب عبد يستثمر وكان نهدوه بالحبس وكان نقولوا هذه قيمات متاع رجال الأعمال اللي باش نفك لها رزاقها، وكان نقولوا هذه قيمات متاع رجال الأعمال المفسدين من غير لا نعلنوا عليها، أما التهديد تحت الناس الكل. احنا مش هذه سياسة الحكومة، احنا سياسة الحكومة نقولوا احنا موجودين باش نعاونوا كل الناس، باش نعاونوا الشركات إن كانت عمومية أو خاصة، باش نعاونوا كل المستثمرين إن كانوا توانسة أو أجانب باش يستثمروا في تونس، وباش نرجعوا لهم الثقة. تأكيدا لكلامك، بيت الحكمة انطلق الحوار هذايا بافتتاح قام به سيد رئيس الحكومة وحضروا فيه الناس اللي ذكرتهم، وخلقنا احنا بنود اللي باش نتناقشوا فيها، بند منهم باش نتفقوا فيه قدوه مثلا، وانا باش نرس السماع هو كيفاش باش ننهضوا بالاستثمار. الاسبوع الجاي باش نتحدثوا كيفاش باش نغيروا الطريقه ولا المنظومه الجبائيه في تونس، بعد عدوتين ولا جمعه اللي من بعد باش نحكيوا فيما يخص منظومه الدعم. وعلاش؟ احنا راهو ايدينا مفتوحه وكل الافكار الطيبه نتناقشوا فيها، عندنا الرؤيه نتاعنا، عنا الأفكار متاعنا، نعرفوا شنو ولا ناويين نقوموا به، أما كل من يشم يفيدنا ويزيدنا ناخذوه. لقيتوا استعداد من الفاعلين الاقتصاديين ولا لا؟ لقينا وفي بعض الأحيان عنا صعوبة باش نقلوا العدد. علاش؟ خاطر نقولوا كي نفوتوا 20 ولا 25 عبد يولي عنا صعوبة في النقاش. لا، راهو التونسيين يحبوا بلادهم ورجال الأعمال يحبوا بلادهم والنقابيين يحبوا بلادهم والمواطنين يحبوا بلادهم. صحيح. ولا هذا يحب
يخدم ويقدم إضافة باش يمنع بلاده. لكن راكم بديتوا حوار اقتصادي واجتماعي بدون وجود الأطراف السياسية، معناها يبدو أن اختيار الحكومة اليوم أن تعمل الحوار الاقتصادي حقيقة من خلال بتبيع لقاء بيت الحكمة مع الفاعلين الاقتصاديين، مع التكنيسيان، معناها الناس اللي فعلا تنجم تنهض بها البلاد وتبعث مشاريع. الخطابات السياسية ذو اللي قلتوا خليها على جنب، مش لازمنا يكونوا موجودين معنا السياسيين ولا أو الفاعلين السياسيين في هذا الاجتماع. ما نتصورش، أنا مرة أخرى من الناس اللي نمن اللي حاشتنا بحزاب وحاشتنا بالسياسيين في تونس، والحكومة خطر تمشي للبرلمان حاشتها باش تتفاعل مع السياسيين. آما لكل حادث حديث ولكل حديث مكان، مع السياسيين نحكيه في مكان معين وعادة في رئاسة الحكومة ونفتح كل المواضيع. وانت بيذا قلت سيد رئيس الحكومة قابل مع البعض منهم البارح ومع بعض آخر والتالبارح إلى آخره، وفما تواصل دائم مع السياسيين وخاصة مع الحسام السياسي متاعنا ونشكر لدعمه، وفما مجالس أخرى وين نحكي فيها مع ناس أخرى. شو تعليقك في قوسين للقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد نزار عيش وزير المالية السابق، وما طرحه من نقاط أو من بنود في تشخيص للوضعية المالية الاقتصادية وفي مقترحات حلول ممكن تطرح في الحوار الوطني القادم؟ سيد نزار يعيش من أكبر الكفاءات التونسية وتسلم منصب في فترة صعبة، ونتصور سيد رئيس الجمهورية يجب يأخذ الأراء بتاع كل الناس خاصة الناس اللي مارست الحكم. أما توا احنا في الحكم وإحنا قاعدين نمارسوا فيه، وان شاء الله نجم نحقه الا هما ما نجموش يحقوه. مشيتك القطار شنو كان الهدف منها وهل تحقق هذا الهدف؟ نعم، مشيتك القطار شنو كان الهدف منها سيد وزير؟ نعم تحقق الهدف. ما هو الهدف؟ أي. الهدف هو باش نقولوا الشريك اقتصادي وسياسي هام لتونس اللي احنا مخلصين. احنا باش تكونوا على علم عام 2017 الدولة التونسية اللي مرت بصعوبات كذلك استقرضت من قطر مليار دولار. أيوة. ورجعنا منه النص، وعشر أيام أخرين باش نزيدوا نرجعوا ربع. وأنا مشيت باش نهني الطرف القطري ألا تونس بلاد تخلص ديونها أيا كانت الترقيم السيادي متاع تونس. تونس بلاد معناها نجم نعملوا عليها وكي تاخذ دين تخلصوا. وهنيت الجانب القطري الربع اللي قعد باش نخلصوه بعد 10 ايام في اجاله، والسنه المقبله باش نعملوا نفس الشيء مع الباقي. مشيت كذلك خاطر هما عندهم محبه خاصه لتونس، وكل عبد اللي قابلته معناها قدم تقدير وسلام حار اولا الفخامة رئيس الجمهورية، وسمو الأمير أكد العديد من المرات اللي عنده احترام كبير وتقدير كبير الفخامة رئيس الجمهورية، وخاطر يحب رئيس الجمهورية قابل باش يعاون تونس. عنده احترام وتقدير كبير لسيد رئيس البرلمان للعمل البرلماني، وعنده احترام وتقدير كبير معناها لرئيس الحكومة، وهذا يأكده لنا. وفي الكلام اللي قالوا لنا خاطر نمنوا بكم ونمنوا بالهياكل متاعكم ونمنوا بالقيادات متاعكم، احنا مستعدين بس نستثمروا اكثر في الاقتصاد التونسي، ومستعدين باش نعينوكم ماليا اذا طلبتوا الاعانه الماليه. وانتم طلبتوها؟ احنا باش نطلبوها، احنا باش نطلبوها، قاعدين ندرسوا في عرض ونتصور بتضافر جهود رئاسه الجمهوريه، تضافر جهود البرلمان، تضافر جهود رئاسة الحكومة وتحت أشراف وزير الاقتصاد والمالية والدعم الاستثمار باش نقوم بعملية متاع تمويل خارق العادة بأسلوب برقي. زوز أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لأعوان الديوانة يبلغوك شكرهم الشديد والحار على الاتفاقية اللي أمضيتها السيد الوزير، ويسألوك هل فعلا وزارة المالية اللي يتمن قلبهم بالطبيعة جادة في تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية؟ وانت قلت لسي رضا نصري أنه سأعتذر لأعوان الديوانة وسأنفذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. السؤال الثاني بالنسبة للأموال اللي لازم تضخ للبنك التونسي للتضامن للحرفيين، ثم برشا حرفيين يقولوا إلى حد الآن وزارة المالية ما ضختش البنك التونسي للتضامن الأموال هذه. احنا حسب إمكانيات الدولة نتجاوبوا
مع طلبات كامل المؤسسات. زاد في بعض الأحيان الدولة حسب إمكانياتها، وانت بيدك ذكرت الصعوبات، حتى لو عنا الإرادة باش ندفعوا يحبنا نميزوا ما بين عملية وعملية. فيما يخص الديوانة وفيما يخص في الحقيقة كامل موظفين وزارة الاقتصاد المالية ودعم الاستثمار، أيا كان الفرق في السن نتصورهم الكل أولادي وبناتي، ولذا لا شكر على واجب. احنا موجودين باش نتفاعلوا، موجودين باش نتناقشوا، موجودين باش نتناقشوا مش تحت الضغط، وانا قلتها العديد من المرات، ومن بعد حسب الامكانيات الماليه نتاع الدوله التونسيه معاهم ومع غيرهم نتفاعلوا، نتفاعلوا ونتفاعلوا ايجابيا، واحنا موجودين باش نحسنوا لهم معناها ظروف العمل نتاعهم، وباش نحسنوا لهم معناها المصير المهني نتاعهم، وباش نخليوهم يخدموا هما وغيرهم في احسن ظروف ممكنه. شكرا لك. 15 أفريل هو موعد لقائك مع صندوق النقد الدولي، سواء كان في منغاتي ولا ديستانس. أنا بكل صراحة عندي لقاءات في أسبوعية معهم، منهم واحدة اليوم في العشية، خاطر فما الأيام نتاع صندوق النقد الدولي. أما كان تحتي على المحادثات اللي تخص تونس وبرنامج إنقاذ تونس باش يكون إن شاء الله في آخر الشهر. شكرا لك سيد الوزير. السيد علي كوالي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، حضورك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات، وبالتوفيق لك إن شاء الله في مهمتك هذه باش تنقذوا تونس ونخففوا من عجز المالية العمومية. نخليكم مع الأخبار بالطبيعة، ونقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة أخرى من تونس هذا المساء. إلى اللقاء.